بسم الله الرحمن الرحيم، واهلا بيكم في حلقتنا النهارده. معانا النهارده ملك العزومات وهو المحشي. المحشي بقى عايزين نعمل محشي في رمضان، الموضوع بيكون صعب قوي، مجهود كبير. النهارده هنعمله مع بعض بطريقه سهله قوي، وازاي نخلي المحشي بتاعنا يكون طعمه احسن طعم ممكن تعمليه في البيت. اول حاجه عايزين عشان نعمل محشي يطلع مظبوط محتاجه سقي شوربه، ويا سلام لما تكون شوربه لحمه، ولحمه النهارده لحمه السن من اللحوم اللي هي بتحتاج تبقى تتعمل تتسلق تتحط في يخني تتحط في خضار، محتاج حاجه فيها ميه عشان يبقى طعمها كويس وطري. فانا عايز اسقي بقى المحشي بتاعي يطلع مظبوط. طب عشان اخلي الشوربه تطلع حلوه اعمل ايه؟ اغسل بقى اللحمه. لا قلنا اللحمه ما بتتغسلش. احط معاها ايه؟ احط معاها جزر، بصل، طماطم، لورا، حبهان، رشه جوز الطيب، وشويه ملح بعد ما تخش فين في السوى. يبقى اول حاجه هعملها اختار قطعيه اللحمه بتاعتي، سن او رقبه او كتف، ودي هنا اللحمه اللي انا هسلقها في الميه. يبقى لو عايز تاكلي لحمه متحمره وتاخدي الشوربه تعملي منها شوربه، او تعملي منها الاكله اللي انت تعمليها، يبقى تختاري سن، رقبه، كتف. طيب انا عندي النهارده السن وعايز اعمل بيها المحشي، وما اننا صايمين عايزين نعمل بقى شوربه، نعمل سلطه. طب الشوربه عايز طعمها حلو، احمر شويه لسان عصفور او شعريه او شوربه خضار، ولو لسان عصفور او شعريه هبشر معاها جزرايه وطماطميه بصلايه، وهوديهم غلوه مع الشوربه دي بعد ما احمر اللسان او الشعريه. الموضوع هيبقى جامد قوي. فانا النهارده هنعمل ايه بقى؟ نعمل ندسلق اللحمه وبعد كده نحمرها، وناخد ميه السلق دي او الشوربه بتاعتها هنعمل بيها ملوخيه ونعمل بيها محشي، ودول بقى من الاكلات الاساسيه في رمضان. عندي بوميت مهفرالي اللحمه السن بتاعتي زي ما احنا شايفين اهي، مش محتاجه غير ان انا اطلعها من الطبق، وممكن كمان ما اقطعهاش واعملها زي ما انا هعملها دلوقتي كده. انا هقسمها على اتنينات. بصوا بقى اللحم السمين اللي فيها ده هيخلي لي المحشي بتاعي مسكر جدا. طبعا كل الدهون اللي بتبقى موجوده في اللحوم دي مجرد ما بتخش النار او احنا هنسلق وبعد كده نحمر كل ده هيدوب، بس هتلاقي طعم اللحمه مسكر قوي. يبقى عشان اعمل ده احط حله ميه على النار، وبسم الله كده ورقتين لورا، فصين حبهان، جزرايه ومقطعها كام تقطيعه كده، نفس الموضوع البصل، بصله صغيره كده او نص بصله كبيره، نفس الموضوع الطماطم. انا هنا بطعم الشوربه بتاعتي عشان تبقى يعني حاجه جميله جدا. بعد كده هاخد الملح والفلفل الاسود، وانا حاطط شويه فلفل اسود، وانزل باللحمه واخلي الملح شويه على ما تبتدي الشوربه بتاعتي تغلي عشان ما ياخرليش تسويه اللحمه بتاعتي. طب لو انا شاريه لحمه من اي مكان وهتاخد سوا كتير قوي، او بتقعد في السوا ساعتين وثلاثه وكل الكلام ده، بس انا ما اللحمه عندي ما بتاخدش اكتر من ساعه، هعمل ايه؟ عندك حل ان انت تحطي معلقه من السكر صغيره او معلقه من الخل على الشوربه، وما تزوديش في الخل قوي عشان ما تغيرش طعم الشوربه، وهنسيبها بقى تغلي براحتها خالص تتسلق، وبعد كده ناخد الشوربه بتاعتها. وفي ناس بتعمل او في يعني في نوعيه لحمه ممكن ان انا ادي اللحمه غلوه وبعد كده لقيتها عملت ريم على الوش او رامي الميه واشطف اللحمه تاني وارجع اسلقها، وده بيكون بسبب ان اللحمه لما بتتذبح بتحتاج تتنشر شويه عشان تنزل كل الدم اللي فيها، فلما بيستعجلوا شويه فبيفضل اجزاء من الدم ما نزلتش كلها. فبمجرد ما بحط اللحمه بتاعتي في الشوربه ليها عملت ريم كتير قوي على الوش، ودي هقدر اتفادى منها بان انا اغلي غلوه وبعد كده ارمي الحاجات دي وارجع احط بهارات والبصل وطماطم تاني واديها غلوه تانيه. بعد كده عندي محشي وصايم او صايمه، ومش محتاج ان انا اضيع وقت كبير قوي فين في حله المحشي بتاعتي، ممكن نعمل ده من قبلها بيوم ونعمله بطريقه سريعه. وهي ازاي؟ هعمل خلطه محشي على البارد، مش محتاج ان انا اسخن، والمقادير بتاعتها هتكون كوسه، فلفل رومي، بتنجان عروس، والحاجات دي اسهل الحاجات واسرع. بعد كده الخلطه بتاعتي عندي كيلو رز من البلدي، بصله مفرومه ويفضل بصل احمر عشان ما يشربش سمنه كتير، بعد كده كوبايه طماطم مبشوره او طماطميه كبيره مبشوره، معلقه كبيره من الثوم المفروم، شبت، كزبره، بقدونس، نص كوبايه من الصلصه، لورا وحبهان، معلقه من النعناع. النعناع بقى لما نجيبه كده ننشفه، بعد ما ينشف ناخد منه معلقه، معلقه كبيره من البابريكا، ملح وفلفل اسود. هجهز كل الكلام ده من قبلها بيوم. ادي حله كبيره او بوله كبيره احط فيها الطماطم والبصل، هغسل الرز واصفيه لحد ما ينشف خالص واقوم حاطه معاهم. بعد كده عندي البابريكا والنعناع، وجربي النعناع مش بس على ورق العنب بيدي طعم حلو، لا على كل انواع المحشي بيدي طعم كويس قوي. وادي اللورا، وادي الحبهان، معلقه من الثوم، وممكن لو انت مش عايز تحطي ثوم على الخلطه ممكن نحط فصين ثوم على الشوربه. وادي كده الصلصه بتاعتي. بعد كده هجيب الخضره، وطبعا في ناس تقول لي ما عنديش نعناع ناشف، ممكن نعناع فريش عادي مفيش اي مشكله خالص. هقطع شويه اللي فيها
العيدان دي، واقوم مقطع فارم كده ناعم قوي كل الخضره بتاعتي. طب انا مش عايز اعمل محشي، انا عايز اكل ممبار، نفس الخلطه بالظبط. وهتجيبي ازازه الميه وتقطعيها وتعملي القمح وتركبي الممبار عليه وتحشي، هيحشي معاكي ويطلع كل الكلام ده جامد. هاخد بقى الخضره كده واقلب كل الكلام ده، وكده جهزت الخلطه بتاعتي. مفيش 3 4 دقايق بالكتير قوي بقت عندي الخلطه جاهزه. اقلب بقى تقليبه حلوه كده، ولازم احط هنا ملح واحط على الشوربه ملح ووسطا ايدي، يعني عشان ما احطش هنا كتير وتبقى حادقه. ونيجي بقى على المغرب نكتشف كل الكلام ده. اقلب كل الكلام ده مع بعضه. لو لقيتي ان الخلطه بتاعتك فاتحه شويه وعايز تزودي طماطم او عايزه تزودي صلصه برده مفيش مشكله خالص. هقلب دول واجيب بقى الملح والفلفل الاسود. اخر تقليبه. بعد كده بقى هروح على الكوسه والبتنجان وكل الكلام ده. طيب انا عايز اجهز البتنجان مثلا، بياخد تقويله كتير او عندي عزومه وعايز اعمل كميه كبيره. حضرتك هتجيبي البتنجان ايا كان اسود او ابيض وتقوريه، بس ما تقوروش لحد الاخر، تحطيه في علبه فيها ميه وملح وتسيبيه لتاني يوم، وبعد كده تقوري شويه الباقيين دول، هيبقى معاكي كويس قوي. بعد كده بقى الطريقه وازاي نحشي بسرعه، وايه اللي بيخلي بعد ما نحشي المحشي يطلع مكتوم او يطلع الرز جوه مش مستوي. لو العود الحبوب يعني ما تبقاش اطول من كده، وبنحشي رز لحد النص بس وما بنكبسوش ثاني. انا هاخد حشوه الرز واحط بايديا كده، هو عامل بايديا كده، ما افضلش بقى اكبس كتير قوي عشان ما يكتمش الرز قوي، ياخد وقت كتير في التسويه. وبعد كده احط جنب، يبقى ما ملاش حبايه البتنجان او الكوسه او ايا كان اللي هحشيه، سواء فلفل او طماطم او جزر او ايا كان، بس لحد النص بس وما اكتمش قوي الحشو. بعد كده هجيب بقى حله واجيب الارضيه، عايز بصل جزر إيه، بلاش طماطم وبلاش خضره، فين في ارضيه الحله عشان ما تحرقش فين في التسويه. احشي بقى كل الكلام ده اهو. بعد كده هروح على الكوسه نفس الموضوع، ابص كده بعينيا فين يعني جوه مثلا، واحط تقريبا رز لحد نص الكميه، ممكن اقوم حابط كده لتحت هتقوم نازله معايا، ما تبس بايديا. واكمل بقى كده كل الكميه لحد ما اوصل ان انا عملت كل ده، واسيبه في الثلاجه من قبلها بيوم، واجي قبل المغرب بساعتين اسوي على طول. خلصنا كده المحشي بتاعنا بسرعه، وقلنا ان احنا ما بنكتمش كميه رز كتير قوي عشان تستوي. طب لو انا عايز بقى اجيب البتنجان والفلفل الصغير قوي ده وحشين، ولو حطيته في الحله بتاعتي بالجنب بيقع، هنعمل ايه؟ هنوقفه بالطول ونديله كميه شوربه مظبوطه. طيب هنروح ادي كده خلاص خلصنا. ويا سلام بقى لو عاملين كرنب بالوزه اللي في النص دي، بتاعت الكرنب بتبقى مسكره قوي وبتحط في نص الحله، بتفرق كتير قوي. بعد كده هجيب بقى الحله واحط بصل وجزر وافردهم كده، واقوم جايب ورقه فويل لان غرفه المحشي تبقى وقت الاذان على طول، فمش عايز اقلبه والاقي البصل بقى داخل في المحشي او الارضيه فيها توم او ايا كان مقلوبه على المحشي. فهجيب ورقه فويل واحطها فين؟ في الحله كده، بحيث ان انا اخد المحشي بتاعي واسيب الارضيه بورقه الفويل دي واشيلها. طيب بعد كده اقوم جايب الكوسه واوقف كده المحشي بتاعي. يبقى تاني يوم قبل المغرب بشويه، ساعتين مثلا، هنبتدي نرص المحشي بتاعنا كده على طول عشان ايه نسوي. وانا كنت بقول في الاول ان احنا كل حاجه في نفس المقاس عشان كل حاجه تستوي براحتها، وكل يبقى واصل لها شوربه زي التانيه. طبعا ده بيفرق كتير قوي فين؟ في التسويه. طب لو بنعمل كوسه والكوسه لقيتها كبيره شويه، عشان احنا بقى في رمضان والناس ايه ما شاء الله يعني بتعمل اكل كتير، فهعمل ايه في الزيادات اللي انا هقطعها؟ زيادات حضرتك هتقطعيها مكعبات صغيره وتحطيها في طبق كده حلو، وتشيليها في الفريزر وتقدميها في يوم تاني او في نفس اليوم نعمل شوربه خضار، يبقى عندنا كوسه، ممكن نجيب بقى معاها جزرايه، نجيب اي حاجه تاني. وادي الفلفل هحطه كده في النص، وابتدي احط بقى بقيه كل حاجه فين؟ في الجنب. تفضي منها الحشوه او حاطط شويه تاني. جربي الطريقه دي هتفرق معاكي وقت، والموضوع ايه؟ مش هنكسل ان احنا نعمل المحشي، وهكمل رصه وبعد كده نروح على التسويه. خلصنا كده ورصينا كل الحله بتاعتنا، هدوس بقى على كل الصوابع بتاعتي كده عشان تظبط، وبعد كده اقوم رايح شايل حله الشوربه من على النار، واقوم حاطط الحله دي، واقوم فاتح كده الشوربه بتاعتي، واقوم جايب بقى واخد اللحمه منها الاول، واللحمه وقت المغرب اقوم حاطط بقى طاسه فيها شويه سمنه وشويه فلفل اسود كده، واقوم ايه
بحمر اللحمة. بصوا بقى اللحمة يعني ايه بعد ساعة هتبقى بقت عاملة زي الزبدة. ليه بقى؟ لان انا هنا اخترت اللحمة الصح اللي تتسلق، ما سلقتش اي لحمة، يعني جبتش كباب حلة ورحت سلقه. لو جبت كباب حلة وسلقتيه هيقعد معاكي على النار كتير قوي ومش هيطلع بالشكل ده. بصوا انا عامل اللحمة عاملة ازاي، اللحمة هتدوب وسلام بقى. دي لما تحمر مع شوية زبدة كده، لو زبدة بلدي وشوية فلفل اسود الموضوع هيبقى في حتة تانية خالص. هسيب بقى الحلة الأرضية بتاع البصل هتتحرق كده، وممكن أجيب معلقة سمنة لو أنا عايز، أو شوية زيت ذرة أحطهم على المحشي بتاعي لو أنا عايز المحشي بتاعي يبقى دسم شوية. بس أنا طبعا هكتفي هنا بدسامة اللحمة وطعمها. هو واخد الحلة كده وبسم الله وقوم نازل دالق الشوربة على كل صوابع المحشي بتاعتي، وهخلي الحلة لأكتر من نص بشوية، وهسيب بقى الحلة مفتوحة لحد ما الشوربة بتاعتي تبتدي تغلي. واشوف بقى انا ممكن ازود شوية كمان، وقلنا كمية المية هتكون نص كمية الرز، واول ما تلاقي المية البخار ابتدى يطلع هقوم مغطي الحلة بتاعتي عشان اهدي النار واسيب بقى الرز يستوي كويس قوي. طيب شوية الشوربة دول هعمل بيهم شوربة ولا هعمل بيهم ملوخية؟ طبعا الملوخية جنب المحشي الموضوع هيبقى جامد قوي بالعيش، بس هنطلع فاصل ونرجع نكمل مع بعض المحشي. اهلا بيكم مره تانية بعد الفاصل. عملنا ملك العزومات وهو المحشي. بصوا بقى زي ما انا قلت لكم ان الرز لما بنكتموش قوي، بصوا كل حبايه من دول مطلعه شويه لفوق. طبعا لو احنا كنا كابسينه قوي مش هيطلع بالشكل ده. وفي الاخر لما اجي افتح واحده كده واقوم جايب شويه رز من القلب واقوم دايس عليهم هلاقي ان الرز لسه ابيض، وده طبعا بتبقى مشكله كبيره قوي ان كل المحشي اللي عملناه ده وكمان صايمين وفي الاخر يطلع مش مستوي. بعد كده هاخد بقى حبوب المحشي بتاعتي وابتدي ارصها على الطبق، ونشوف بقى موضوع بقيه الشوربه وازاي هنعمل بقى الملوخيه وما تفصلش معانا، وايه اللي بيخلي الملوخيه تفصل او تقطع معاكي او يبقى لونها غامق ويبقى طعمها حلو بس لونها غامق. رصينا كده حله المحشي بتاعتنا، وادي الموضوع بقى ايه ترص ده قبل المغرب على طول عشان يفضل المحشي بتاعنا سخن، عشان تسخينه بيكون صعب قوي. بعد كده هروح على شويه الشوربه اللي باقيين، وادي حله الشوربه افتح كده، وده بقى تعمليه قبل المغرب مفيش 10 دقايق ربع ساعه كتير قوي عشان تفضل الملوخيه بتاعتي سخنه وتبقى مظبوطه. هاخد كميه الشوربه بتاعتي او الميه اللي انا محتاجها للملوخيه في الكميه اقل منها في الحله تقريبا لتر مثلا اهو، وهجهز طاسه اعمل فيها الطشه بتاعتي ايه الملوخيه. ادي كده الشوربه. الملوخيه بقى اوقات كتير قوي بتبقى لونها غامق بس لون طعمها حلو، وده بيكون بسبب ان انا غطيتها وانا بعملها على النار، وده ممكن يخليها تفصل مني. لو سبتيها برده على النار كتير ده برده سبب ان بيخليها تفصل حتى لو كان طعمها حلو. ادي الشوربه، ثوم، كزبره، ملح وفلفل اسود، وانا هنا كمان الشوربه عندي فيها ملح وفلفل اسود فانا مش محتاج ده. طبعا احنا قلنا هنستخدم كميه شوربه اقل، وانزل عليهم بالملوخيه كده بسم الله. وعندي الثوم والكزبره في طاسه ثانيه، واقوم جايب بقى مضرب واقوم اقلب كده كل الكلام ده. واول ما الشوربه بتاعتي تغلي اقوم مهدي النار عشان ما تغمقش مني، وابتدي اقلب اشوف قوام الملوخيه بتاعتي ايه. تقيله قوي اقوم مزود شويه شوربه، خفيفه وطبعا ده هيكون صعب قوي لان انا حطيت في الاول ايه الشوربه اقل. طبعا لو خفيفه الموضوع هيبقى صعب يتعالج، لكن لو تقيله هينفع ايه نخفها. واخد شويه شوربه كمان كده، وشكرا كده حلت الشوربه بتاعتي خلاص ادت دورها. والشوربه طبعا اللحمه ريحتها حلوه قوي، الملوخيه شام ريحتها من دلوقتي، وانا لسه ما عملتلهاش الكزبره والثوم. هسيبها بقى على النار كده، واقوم رايح في الطاسه السخنه دي شويه زيت، ما تكونش سخنه قوي برده الطاسه عشان ما تحرقليش التومه. وهنا بقى التومه عايز اخلي الطشه حلوه قوي اقوم حاطط معاها ايه شويه كزبره. صدقوني الكزبره على التومه الموضوع بيبقى كلام تاني خالص. احط شويه هنا كده وانزل بشويه الزيت، ممكن الزيت دول احط بدلهم شويه زبده بلدي، معلقه زبده، معلقه سمنه، كل الكلام ده بيظبط الكلام قوي. اهو اقلب بقى كل الكلام ده، وقبل ما يتحمر قوي كده هقوم نازل واخد من التومه دي شويه هنا على جنب، واقوم واخد الباقيين دول نازل بيهم هنا. وبعد كده اقوم واخد شويه ملوخيه تاني حاططهم فين في الطاسه عشان شوية التوم دول خسارة يضيعوا، يعني دي أهم حاجة في الملوخية عندنا.
تقليبه حلوه بقى لكل الكلام ده كده مع بعضه. وبعد كده بقى نجيب الطاجن اللي احنا هنقدم فيه الملوخيه. ولو انت لسه بدري شويه على المغرب ما تغطيش الملوخيه عشان تفضل اللون الاخضر الحلو ده. تعالوا نشوف اللون ده كده مع بعض. نقوم جايب الطاجن بسم الله كده، وادي الطاجن بتاعي اهو. بصوا بقى الملوخيه كده ايه، ما فصلتش. وارجع تاني هنا، كل ده عشان اقلب الطشه بتاعتي. شويه العيش البلدي بقى جنب الكلام ده، الموضوع بيبقى كلام تاني خالص. الناس بقى اللي بتحب الملوخيه الموضوع مش هياخد منك وقت خالص، وهتعملي احسن اكل ممكن تاكلي. هنحمر بقى اللحمه ونقدمها مع الملوخيه والمحشي. شويه اللي انا شلتهم بقى في الاخر هنا بقى في النص كده عشان نجري ريق كل واحد ايه قاعد على السفره بتاعتنا مع المحشي والملوخيه. بعد ما سلقنا اللحمه بقى وعملنا الشرب بتاعتها الكلام الجامد ده، هنقليها ايه، هنحمرها امتى؟ هنحمرها وقت المغرب على طول. يبقى دي الحاجه اللي ما ينفعش نعملها غير قبل الاذان بخمس دقائق عشان تطلع بالشكل اللي قدامنا ده. وبصوا يعني اللحمه مجرد ما هتنزل الطاسه هتتهري على طول. فلو انت هتحمريها هتسخني الطاسه شويه سمنه وتتحمر بالشكل ده وبعد كده نطلعها. وصدقيني احنا خدنا الكلام الجميل قوي منها في الشوربه. ودوقي بقى الملوخيه ودوقي المحشي باللحم الانجوس. واللحم الانجوس ده يا جماعه اتسالت كتير قوي، هو اللحم ده بلدي؟ احنا بنستورد العجول، فلما نستورد احسن سلالة في العالم ونربيها في مصر فدي هيبقى احسن حاجه في البلدي. وبكده خلاص خلصت حلقتنا النهارده. اشوفكم بكره في نفس الميعاد في كل يوم جديد مع محمد ابراهيم، والسلام. ختام.